مرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال طقس بربوع المملكه لنهار اليوم السبت. غادي تشكل سحب منخفضه نسبيا كثيفه خلال الليل والصباح بالسواحل الاطلسيه الوسطى والجنوبيه، فضلا عن نزول امطار وزخات مطريه ذات طابع عاصفي بالمناطق الشرقيه والواجهه المتوسطيه ومرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط وريف الجنوب الشرقي، بينما ستهب رياح معتدله الى قويه من القطاع الشرقي بمنطقه طنجه ومعتدله من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبيه وضعيفه الى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء. بالنسبة لدرجة حرارة خلال الليل غادي تتراوح ما بين 20 و 24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 19 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار غادي تتراوح ما بين 17 و 22 درجة بالمرتفعات وبساحل المتوسط ومنطقة الشرق، وما بين 23 و 28 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية. بهذا كنختم معكم النشرة الجوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.